أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بالمحامد كلها، هو أهل للحمد، هو أهل للثناء، هو أهل للشكر، هو أهل للتقوى، هو أهل للمغفرة، وصلاة وسلام تامين دائمين بدوام ملك الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد بن عبد الله رسول الله، المبلغ عن ربه بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم، بأبيه وأمي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها السادة المشاهدون، أيها السيدات المشاهدات، متتبعي ومتتبعات قناة محمد السادس للقرآن الكريم، سلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. سعيد بلقائكم مرة أخرى في هذه السلسلة الجديدة من برنامجكم يا رب. هذه السلسلة اللي كنتكلموا فيها على الدعاء، وأنه واحد عبادة كبيرة جدا كتبين على أن المؤمن الذي يدعو، الذي يكثر من الدعاء، يعترف بعبوديته لله وبربوبية الله عليه وبافتقاره إلى الله، وبأنه كيستحضر مراقبة الله عليه، وهو كيبغي سيدي ربي سبحانه وتعالى يرضى عليه، وكيستحضر سيدي ربي سبحانه وتعالى في كل أحواله، وكيلجأ ليه رغم أنه كيأخذ بالأسباب، ولكن كيجئ ليه بالدعاء هز يديه وكيقول يا رب. فقولوا معي يا رب. اليوم خوتي المؤمنين، خواتي المؤمنات، غادي نتكلموا على واحد الدعاء، ويأخذ منا هذه الحلقات ديال هذه السلسلة كلها، هو دعاء مشهور عندنا في بلادنا، حفظناه وكان كيتقرأ عندنا في المساجد، هو دعاء فيه يعني ذاك الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى، إظهار الحاجة، افتقار إلى الله تبارك وتعالى. حفظناه كما قلنا في الجوامع ديالنا بعد ما كنا كنقرأوا الحزب، حفظناه في الزوايا، تحفظ في المدارس العتيقة. هذا الدعاء هو المعروف بالدعاء الناصري أو سيف النصر أو الناصرية، نسبة إلى العالم الرباني اللي قال هذا الدعاء واللي نسجوا، وقصيدة من 71 بيت، وكان بعض الأبيات اللي ضافوها بعض الناس اللي سمعوا هذا الدعاء من المؤلف ديالو اللي هو سيدي محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين بن ناصر الدرعي، اللي مدفون في مدينة تمقروت جنوب المغرب، يعني في طريق الصحراء من ورزازات الزاكورة تمقروت، حيث الزاوية ديالو واللي بقى لحد الآن شاهدة على جهاد علمي كان كيقوم به هذا الرجل، هذا العالم الرباني، واللي توفى سنة 1085 هجرية. قالوا عليه العلماء اللي قرأوا عليه وتخرجوا على يديه بأنه كان عالم مشارك. ما معنى عالم مشارك؟ أي عالم في العلوم الشرعية، تفسير، حديث، الفقه، أصول الفقه، الفرائض، توقيت، وأيضا في العلوم ديال الآلة، اللغة، البلاغة، البيان، البديع، وهذا الشيء كله كان مغلف بعلم آخر اللي هو علم التصوف،
علم التربية. فهذا الرجل هذا جمع بين علم الظاهر وعلم الباطن. علم الباطن اللي اكتسبه بالمجاهدة ديالو، النفس ديالو، التربية ديالو، النفس ديالو. وكان هو على الطريقة الشاذلية، أبي الحسن الشاذلي، والسند ديالو في هذيك الطريقة ينتهي إلى الشيخ زروق، اللي معروف في هذا المجال هذا، من كبار العلماء في هذا المجال هذا. هذا سيدي محمد بن ناصر الدرعي نشر العلم ديالو في الزاوية اللي هو فيها، وتخرجوا على يديه مجموعة من العلماء ومن المربين اللي انتشروا في سوس، وانتشروا يعني في النواحي اللي التي تحيط بسوس إلى مراكش. نشر الطريقة ديالو اللي كانت معروفة بالطريقة الناصرية، واللي فيها اللي كان فيها الذكر وقراءة القرآن الكريم، وكان كيهتم أكثر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واللي معروفة مشهورة عندهم بقولهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا من الخيرات اللي ينشرها هذا الرجل هذا، وبقات خصوصا في منطقة سوس، ما يعرف بالحزب الراتب ديال الشيخ. الحزب الراتب احنا كنعرفوا أيها السادة الأفاضل أيها السيدات الفضليات، وذلك الحزب اللي سنوه العلماء ديالنا المغاربة باش يربطوا الشعب، الأمة، أفراد الأمة، رجال الأمة، أبناء الأمة، الأطفال ديال الأمة في المساجد بقراءة الحزب الراتب اللي كان كيتقرأ من بعد صلاة المغرب، وكان كيتقرأ من بعد صلاة الفجر. فكيبدأ المؤمن حياة يعني الحياة ديالو في النهار ديالو، مني كيفيق من النعاس كيصلي صلاة الصبح، يصلي الفجر ثم صلاة الصبح، ويقعد يقرأ القرآن حزب، ويمشي للعمل ديالو. والعشية قبل ما يدخل لدارو كيصلي المغرب ويقعد يقرأ الحزب ومعاه الأذكار اللي معاه. فهذا الحزب كان اللي كان كيتقرأ على 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 مدار الشهر، الشهر العربي يعني محسوب حزبين في اليوم، الشهر اللي فيه 29 يوم كيقراو 58، والحزب 59 و60 كيقراو من الصباح اولا بالعشيه، لما كيتعلم بان الغد ليه راه الاول في الشهر. الشيخ سيدي محمد الدرعي بن ناصر الدرعي يعني ربى الاتباع ديالو على انهم يقراو الحزب الراتب على 35 يوم. وعلاش على 35 يوم؟ ماشي معنى هذا ان القران ولات فيه 70 حزب، لا، كان كيخصص الخميس مور المغرب كيقراو سوره الكهف، الصباح ديال الجمعه كيقراو سوره الدخان وياسين وتبارك. فالتربات المدرسة ديال سوس والمناطق ديال سوس على الطريق ديال الشيخ سيدي محمد بن ناصر الدرعي، وتنشر مع حفظ القرآن وقراءة القرآن في المساجد وفي الزوايا وفي الطريقة على الطريقة ديال الشيخ، واللي معروف اليوم عندنا بالحزب بن الشيخ، كنقولوها بالأمازيغية الحزب بن الشيخ. الحزب بن الشيخ هو الحزب اللي كيتقرا على 35 يوم، 60 حزب كتقرا على 35 يوم، ولكن نهار الخميس بالعشية ما كيقراوش حزب، كيقراو سورة الكهف. والصباح ديال الجمعة ملي كيصبح الحال، لما كيصليو الصبح كيقراو سورة الدخان وسورة ياسين وسورة الملك، وتكملوا 60 حزب على 35 يوم. مع قراءة الحزب كانوا كيقراو هذا الدعاء الناصري إضافة إلى همزية الإمام بوصيري وبردته، كيقراو هذا الدعاء الناصري اللي تشهر معروف باسم يعني كما قلت لكم سيف النصر او الدعاء الناصري او الناصريه. المجموع ديال الابيات ديال هذه القصيده 71 بيت، وكاينين واحد ربعه الابيات
تضافت لها الناس اللي يسمعوها من 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 فم الشيخ. كتبدأ هذه القصيدة بواحد الدعاء قوي تبين أن الرجل شعر بأن الملجأ هو الله سيد ربي سبحانه وتعالى، وهو كيتكلم في المقام ديالو اللي هو فيه عالم رباني كي الناس كيتسقاو منه وتشهر، قال هذه القصيدة هذه بداها بقوله يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ المضطر. قبل ما ندخلوا في التفصيل والشرح ديال الأبيات، غير هذه بوحدها هذا البيت الأول المدخل كيبين أن هذا الرجل هذا العلم دياله اللي اكتسبه عن طريق التعلم والتربية دياله اللي اكتسبها عن طريق معاشرة الأخيار ومجالستهم جعلت النفسية دياله شديدة الاتصال بالله تبارك وتعالى، جعلت الوجدان دياله ما كيلقى الراحة إلا في المناجات لسيد ربي سبحانه وتعالى. ولذلك من احنا غنبداو نقراوها مع كل بيت كي الانسان هو كيقرا وكيتمعن كيحس بالمقدار ديال التعلق ديال هذا العالم الرباني بالله تبارك وتعالى، ديال قوة الصلة بالله تبارك وتعالى، ديال قوة التفويض الأمر لله تبارك وتعالى. هذا الشيء ما كيجيش بالخضرة، هذا الشيء كما قلنا كاين العلم ولكن كاين التربية كاين المجاهدة. إن شاء الله سبحانه وتعالى مع الحلقات غادي نوقفوا عند بعض المعاني القوية اللي ذكرت بعض الملامح ديالها في هذه الحلقة. هذه الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى نقرأ لكم القصيدة كاملة، نقرأها باش نتشربوها لأن فيها كلام كبير كيدل على أن القائل يلها قلبه معلق بالله تبارك وتعالى. إلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.